لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس سوف نقدم مخطط إدارة كهربائية مهمة، وهذه الدارة يجب معرفتها كل تقني أو معرفتها كل مبتدئ، لأنها لوضع أهميتها. أولا نفتح برنامج سيركت ويزر هكذا، نعطي هذه الخاصية هكذا ونفتح من هنا. أول شيء قبل ما نبدأ في الدارة سوف نقوم بعملية مثال صغير ونفهم حتى نتمكن من حكاية هذه الدارة. هنا سوف نختار مثلا في هذا المثال، نختار مثلا هكذا بطارية ونختار LED، نختار LED معين. عندما نوصل LED بالبطارية هكذا نقوم بعملية التنفيذ. هكذا نرى أن LED لقد اشتغل ب 9 فولت، حتى وأن LED يشتغل على 2 فولت فقط. هنا مثلا LED من المفروض يشتغل على 2 أو 2.5 فولت، يعني إذا كانت 9 فولت أنه يحترق. سوف نستخدم الخاصية في بروجكت سيميليشن. هنا نختار هذه الخاصية، نضع هذه الخاصية. عندما نشغل البرنامج هنا نرى الانفجار، يعني أن LED احترق لأن الفولت أكثر من مما يستحقه. مثلا إذا أعطيناه 2 فولت هكذا أقول لهم أوكي، هنا يشتغل عادي. أو نستعمل مقاومة، هنا عندما نستعمل مولد 9 فولت نستعمل مقاومة هنا فالLED لا يحترق. هذا مثال كبداية. سوف أستخدم في هذه الدارة، والدارة المهمة التي نريد أن نستخدمها في التيار المتناوب، يعني في 220 فولت. سوف نستخدم هنا، نختار في باور، سوف أختار التيار المتناوب هذا فولت سورس هنا وأعطيه 220 فولت. هنا سوف أعطيه قيمة الفولتاج 220 فولت. أما الهرتز التي تكون في أغلبية الدول 50 هرتز، وهناك من تكون 60 هرتز. هنا نأخذ على مثل لدينا 50 هرتز و 220 فولت. هنا كذلك عندما نشغل LED هكذا، نشغله مباشرة على الكهرباء سوف يقوم بالاحتراق، هذه من الطبيعي. سوف نقوم هنا في هذه الحالة، سوف نضع مكثف بأقل ميكروفاراد، يعني نختار هنا مكثف كابيساتور، هنا نختار مكثف غير مستقطب. وغير مستقطب سوف نريكم الشكل كيف يكون، وهنا لا يكون واحد ميكروفاراد وإنما يكون بقيمة أقل من 1 ميكروفاراد، والفولتاج سوف يكون 400 فولت، والقيمة السعوية تكون مثلا 100 نانو فاراد. سوف أعطيه 100 نانو فاراد، يعني 0.1 ميكروفاراد تساوي 0.1 ميكروفاراد. هذا المكثف سوف أعطيك لكم مثال، في هذا المثال ها هو هنا، هذا هو المكثف. هذا المكثف كما نرى أن قيمته 450 فولت، ولديه كذلك قيمة يعني أقل منها. نوصل هذا المكثف على التوالي من الكهرباء، سوف أوصله من هنا على الكهرباء وأوصله بالLED من هنا. سوف نرى LED كيف يكون هكذا. هذه المرحلة الأولى. هنا مازال LED ينفجر لأن القيمة مازالت كبيرة. هنا لدينا LED نريد أن نعطيه الدارة أو التيار المستمر، سوف نستعمل القنطرة.
القنطرة وهي كما نقول له البريدش، يعني أربع دايودات، نستعمل أربع دايودات، نبحث عن الدايود نلقى القنطرة، ها هي هذه بريدش هي القنطرة، سوف نأخذ عنصر من هذا ونضعه من هنا لكي يعطينا التيار المستمر، نحول التيار المتناوب إلى التيار المستمر، سوف أضع الدخول من هنا والدخول الثاني من هنا، هنا نرى أن في الدخول يخرج من هنا الموجب ومن هنا الموجب، يعني الذي يكون من هنا يأتي بالموجب من هنا، هكذا يأتي بالموجب، والسالب سوف يكون من هنا، هكذا لقد أعطانا التيار المستمر للليد. ولكن الفولتية تكون 300 فولت أو أكثر في هذه الحالة، سوف عندما نشغل الليد ها هو يشتغل بطريقة متقطعة كما ترون الليد، ولكن هذا التقطع يرى لا يرى بالعين المجردة، ولكن يوجد تقاطع، هنا شغل LED اشتغل عادي لم يحترق في هذه الحالة. لدينا بعض الخصائص يجب أن نستعملها، مثلا هنا لدينا المكثف يجب أن يتم عملية التفريق، نضيف له مقاومة دائما للمكثف، دائما لعملية التفريق ريزيستور، سوف أضع مقاومة وتكون هذه المقاومة كبيرة، هكذا سوف أضع المقاومة هنا على طرفي المكثف، مقاومة أولى هذه هكذا على طرف المكثف، ونعطيها قيمة مثلا 500 كيلو فما فوق، 500 كيلو أوم فما فوق، وتكون ربع واط أو نصف واط في هذه الحالة، وخصوصا أنها متصلة بالكهرباء تكون من نصف واط فما فوق. هنا في هذه الحالة عندما نشغل الدارة، ها هي الدارة تشتغل، ولكن المكثف هنا في حماية المقاومة أو تفريغه عن طريق المقاومة، يأتي أن هذا التقطع هذا سوف نضيف له مكثفة ما بين طرفي الموجب والسالب، المكثفة هذه تكون مكثفة مستقطبة لكي يزول هذا التقطع، سوف أضيف مكثفة وسوف ترون التقطع ينتهي تماما، سوف أضيف مكثف مستقطب، هذا مكثف مستقطب، أضع الموجب على جهة الموجب من هنا والسالب من هنا، وأعطيه قيمة مثلا ما دام أنها الفولت أعلى، وهنا نتحكم في الفولتاج الذي نريد أن نخرجه من هنا، سواء نريد 50 فولت 60 فولت 70 فولت سوف نتحكم فيها كما نرى، كما نحن نريد أن نتحكم فيها، هنا نعطيه 100 فولت و 100 ميكرو فارا، سوف أتركها كما هي هكذا، وننفذ البرنامج وترون كيف هي تعمل الليد، ها هو يعمل الليد بدون تقطع، ولكن تقطع طفيف جدا عندما أضيف في الميكروفاراد أو نضيف الفولتية، سوف يكون التقطع قليل، وكذلك عملية التفريق والشحن تكون أكبر، عندما أضيف وغير من هنا سوف أعطيه أقف التنفيذ وأعطيه مثلا أعطي المكثف وأعطيه 150 فولت أو 200 فولت، هنا أعطيه 200 فولت، سوف نرى عملية كما ترون، سوف أضيف عدة لدات، سوف أضيف عدة لدات من هنا، وترون كيف أن اللدات تشتغل كذلك بنفس الفولتية، سوف أضيف أنسخ هذا اللد، هنا لد وكذلك آخر،
نربطهم على التوالي. طبعا نربطهم على التوالي. هنا أتى الموجب، سوف أعطي السالب هكذا، ومن السالب إلى الموجب لهذا اللد. هنا لدي 6 لدات، وهذا السالب سوف أوصله بالسالب من هنا، سوف أوصله بالسالب من هنا، ونرى الدارة كيف تشتغل. ها هي الدارة تشغل 6 لدات، حتى ولو كان 100 لد سوف أضيف سوف أضيف الكابيساتور، يعني أضيف المكثفة في قيمتها، أضيف لها في الميكروفارات في القيمة السعوية أو القيمة الفولتية، أو أضيف لها في الفولتاج، وهنا تعمل الدارة بكثافة بكفاءة عالية، كما ترون هنا تعمل بكفاءة عالية. هي 6 لدات، حتى أضيف عدة لدات أكثر من 6 لدات. ونستطيع أن نضيف كذلك في بداية للحماية من الدارة، مثلا من هنا قبل الكهرباء سوف أضيف مثلا أضيف مقاومة فيوزية. نستطيع أن نضيف مقاومة فيوزية، يعني مقاومة فيوزية تكون قيمتها يعني 2 أوم مثلا، ولكن الواط يعني قدرتها تكون 1 واط أو 2 واط، يعني 1 واط أو 2 واط. سوف أعطيها 1 واط وأقول له أوكي. هنا تعطينا 2 أوم فقط مقاومة فيزية لحماية الدارة، فقط هنا لحماية الدارة. تتصل من هنا من دخول الكهرباء، هنا تكون داخل الكهرباء وليس في خروج الكهرباء. هنا نعيد، هنا لقد اتصلت ولدينا إضاءة كاملة للليدات، كما ترون هنا إضاءة كاملة للليدات، تأخذ الفولتاج بالكامل. هذه الدارة مهمة، وهي دارة تستعمل دائما في المصابيح وفي جميع الأجهزة. ولدينا صورتها مثل هذه الدارة، هذه مثل هذه الدارة، هذه كما ترون هنا مقاومة لتفريق المكثف، وهذه بريدش، ولدينا مكثف مستقطب، يعني يقوم بعمل كما ترون مثالنا في التطبيقي أو على سيركت وزر. رأيتم أن كيف تشتغل الليدات في التقطع أو تكون مستمرة يدها، وهذا لد 12 فولت. هذه صورة مصغرة على هذا المثال. هذه الدارة فهي دارة مهمة، أرجو أن تعيدها على هذا البرنامج وتأخذوا الفكرة عليها وتستنفعوا بها في حياتكم العملية، وهي دارة عملية. هذا ما لدي أن نقدم لكم في هذه الفكرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.